تحياتي يا أصدقائي، الجمهور السوري كله بحماس بشغف بعشق ناطر يوم السبت الساعة 8:30 بتوقيت دمشق أولى مباريات منتخب سوريا بكأس آسيا. طبعا يعني حنحكي اليوم كيف ممكن منتخب سوريا يربح وشو الشغلات الإيجابية بهذا المنتخب وكيف لازم يستغل نقاط ضعف منتخب أوزبكستان. لكن أصدقائي، بداية إذا ما أنك مشترك بالقناة انزل اشترك وفعل زر الجرس واضغط لايك، وتعليقاتكم كثير مهمة لأنه هذا الفيديو أيضا كثير مهم. إذا يا أصدقائي، مثل ما حكينا أنه الحماس والشوق لرؤية منتخب سوريا مع كوبر وبابلو صباغ وخليل الياس وأوسو وهذه المجموعة الجديدة شوق كبير جداً. أول شيء بدي أحكي على الحالة المعنوية بمنتخب سوريا. شفنا مبارح الفيديو اللي انتشر لفراس الخطيب ورضوان شيخ حسن، نجوم الكبار أكيد، والحكم الدولي تمام حمدون، ويعني تركي ياسين، وكان في جو حلو هيك بالمنتخب، وسمعنا كلام كثير مهم من كابتن فراس خطيب، يعني وصلهم رسالة للعيبة أنه أنتوا ما لازم تكونوا مضغوطين، أنتوا لازم تلعبوا وتفكروا أنه أنتوا لبعدين. يعني بالنسبة لمنتخب سوريا برا الملعب أهم من جوا الملعب، وهي كتير مهمة لمنتخب سوريا. على كل حال، على كل حال، على ما يبدو أن الأجواء بمنتخب سوريا جيدة جدا، أجواء تفاؤلية، يعني كلنا متفائلين بتحقيق نتيجة إيجابية مع منتخب أوزبكستان. بداية بدي أحكي على تاريخ مواجهات المنتخبين. احنا لعبنا مع منتخب أوزبكستان 6 مواجهات، ربحنا ب3 مباريات منذ العام 1996، وخسرنا بمباراتين وتعادلنا في مباراة واحدة. وآخر فوز لمنتخب سوريا كان في مباراة ودية مع منتخب أوزبكستان عام 2020، سجلنا 5 أهداف في مرمى المنتخب الأوزبكي وتلقينا مثلها. يعني في تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين الكفة تميل لصالح منتخبنا. أما مبارح حكيت على المنتخب الأوزبكي وتاريخ مشاركاته، طبعا تاريخ مشاركاته من 96 حتى هذه اللحظة هي أفضل بكثير من تاريخ مشاركات منتخب سوريا، لكن يعني كل زمن له رجاله، والآن إن شاء الله تكون هذا الزمن وهذه السنة وهذه البطولة منتخب سوريا يكون هن الرجال حقيقة. يعني الجمهور والناس يعني وين ما رحت وشو ما حكيت بتلاقي الناس ناطرة منتخب سوريا، الحماسة هي كبيرة. واحدة من أهم إيجابيات منتخب سوريا بهي البطولة إنه هو داخل مو كأس آسيا إلنا، يعني مو آسيا إلنا بدون شعارات، وهذا الشيء كتير إيجابي. ممكن منتخب سوريا يستغل إنه ما في كتير ضغوطات عليه لحتى يكون بمراحل متقدمة لحتى يقدم نتيجة إيجابية مع المنتخب الأوزبكي. بعض الأصدقاء كانوا عم يسألوني على موضوع الملعب، وين حيلعب منتخب سوريا. منتخب سوريا حيلعب على ملعب جاسم بن حمد، وهو ملعب فريقي السد والريان القطريين، بساعة 15,000 متفرج، ملعب ممتاز جدا، أرضية ملعب رائعة جدا من الطراز العالمي، ملعب مكيف ومجهز، ملعب من الطراز المونديالي يعني. وبالتالي يعني هي حافز حتى نشوف كرة قدم بالنسبة لمنتخب سوريا. مثل ما حكيت يعني الحالة المعنوية جيدة جدا بالمنتخب، في تفاهم بين اللاعبين، بالميران دائما أجواء عم تكون حلوة، في انسجام كتير كبير بين اللاعبين من أصول سورية مع اللاعبين الموجودين حاليا، يعني في انسجام بين خليل وبابلو وأيهام بشكل كتير كبير. حقيقة أنا سمعت أنا بعض الأخبار وبعض الناس اللي حضروا المباراتين، يعني مباراتنا الأخيرة مع ماليزيا، سمعت هيك شوية أخبار من داخل المنتخب، يعني كتير مبهورين بأداء خليل الياس بطريقة انتقاله من الدفاع إلى الهجوم، لاعب دينامو ماكينة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في متوسط الميدان، وحيكون أكيد يعني مفاجأة للمنتخب الأوزبكي. أنا مبارح حكيت على نقاط قوة المنتخب الأوزبكي وعلى التشكيلة بيلعب فيها. نقاط ضعف المنتخب الأوزبكي يا شباب، يعني أنه 3 مدافعين بيلعب هو 3-5-2 أو 3-4-3، الثلاث مدافعين الموجودين عند منتخب أوزبكستان بطيئين، وبالتالي سرعة بابلو صباغ، ممكن سرعة علاء الدالي، سرعة إبراهيم هيسار، سرعة عمار رمضان، ممكن يكسروا هذا البطء الموجود بمنتخب أوزبكستان ونسرق هدف، لا سيما أنه الجمهور بكرة، يعني بكرة حيكون الجمهور السوري كتير كبير، جايين من الإمارات، جايين من السعودية، جايين من سوريا، أيضا الجالية كتير كبيرة، الجالية العربية اللي عم تساند المنتخب السوري كتير كبيرة، وبالتالي يعني في فرحة هيك ناطرينها.
ما في شيء مستحيل بعالم كرة القدم، هي مباراة مفتاحية لمنتخب سوريا. مثل ما قلت لكم، هو الروح، هي الروح اللي افتقدناها من زمان، على ما يبدو أنها في طريقها للعودة حسب ما سمعنا بآخر مباراة. وبالتالي مباراة أوزبكستان يعني مباراة مفتاحية، الفوز فيها يضع منتخب سوريا إلى حد كتير كبير في الدور الثاني، التعثر فيها لا سمح الله أيضا يضع منتخب سوريا بحد كتير كبير خارج دور المجموعات، لا سيما أنه نحن منتخبنا دائما يتأثر بالحالة المعنوية، إذا كان فوز منتخبنا بيرتفع للسماء، وإذا كان خسارة منتخبنا بينزل بيفوت بدوامة الحسابات. على كل حال أنا يعني بكرة حأحكي على التشكيل المتوقع على منتخب سوريا، لكن اليوم هيك ناطرين أنا وياكم يعني نشوف الحماس بكرة بعد بكرة، يعني مو مصدق، أنا قسما بالله مو مصدق يجي بكرة لحتى ناموا فيه وتصير الساعة 8:30 يوم السبت ونحضر كلياتنا مباراة منتخب سوريا. نيال الجمهور السوري، نيالكم أخواتنا في قطر يلي رح تحضروا مباراة منتخب سوريا من أرض الملعب، وإن شاء الله هيك تكون بالنهاية الفرحة لسوريا والفرحة للجمهور والفرحة لإلنا. بابلو صباغ، عمر خريبين، أيهم أوسو، خليل الياس، عمار رمضان، عمر ميداني، مؤيد خولي، مؤيد عجان، عبد الرحمن نويس، يعني محمود الأسود، العالمة المدنية، طه موسى، ما بدنا ننسى حدا، كلنا معكم، كلنا إيد واحدة إن شاء الله بكرة لحتى نجيب، أو بعد بكرة لحتى نكون فرحة لسوريا ونجيب نتيجة إيجابية لهذا الشعب وهذا الجمهور يلي بعيدة المرة المليون أنه نحن عندنا جمهور بسوريا يستحق منتخب بيفرحه. أصدقائي تعليقاتكم كتير مهمة، بكرة حشوفكم بفيديو إن شاء الله حأحكي فيه على موضوعنا يلي هو تشكيلة المتوقع لمنتخب سوريا. باي باي.